اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، يوم الجمعة، أن تجمع شملنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم يا ربي نسألك أن تفيض علينا من بركاتك، وأن تنزل علينا من رحماتك، وأن ترزقنا حب العلم وحبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك يا رب. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم، يوم الجمعة، أن ترضى عنا وعن أهلنا، وأن توفقنا لما يرضيك، وأن تعيننا على طاعتك، وتصرف عنا شر المعاصي. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة أن تشرح صدورنا للإيمان، وتملأ قلوبنا بالرضوان، وتجعل لنا ألسنة ذاكرة لك، شاكرة لك. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة المبارك، هذا اليوم الذي هو خير من عيد الأضحى وعيد الفطر، إنه عيد كبير، نسألك يا ربي أن تجعل لقاءنا بك عيدا سعيدا يا رب. نسألك يا ربي أن تهيئ لنا في آخرتك خير الأشياء، ما لا عين رأت ولا سمعت عين ولا أذن ولا قلب ولا خطر على بال امرئ. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الخشية في الغيب والشهادة، والحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم لا حياة إلا الآخرة، ولا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارزقنا سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وافرش لنا ورود الرحمن والخير والهدات. اللهم اهدنا واهد سبلنا، واجعل طريقنا مفروشا بورود حبك يا الله. اللهم إنا نسألك ميتة سوية، وعيشة نقية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم اجمعني مع أحبابي وأهلي في هذه الدنيا على الخير. اللهم اجمعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجمعنا في الآخرة على رضاك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزق الحلال الطيب الكثير. اللهم ارزقنا عمرا طويلا في طاعتك. اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم، واجعل أبناءنا بارين بنا. اللهم ارزقنا حسن العمل وحسن الختام. اللهم يا ربي يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام، أعتق رقابنا ورقاب أهلنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا من النار. اللهم اعتقنا جميعا من النار، وقفنا ببابك يا الله، وقفنا ببابك يا الله. اللهم افتحه لنا ولا تخيبنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، أن ترزقنا فعل الخيرات،
وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم يا ربي، من كان مريضا فاشفيه، ومن كان محتاجا فاقض حاجته، ومن كان مهموما فألهب همه، وارحمهم جميعا وعافيهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لنا أحياءنا ولأمواتنا، لصغيرنا ولكبيرنا، لذكرنا ولأنثانا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم ارزق شهداء المغرب، ارزقهم جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارزق شهداء ليبيا جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تبدل موتانا وموت المسلمين دورا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأن تدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم حرم عليهم النار ولا تعذبهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربي، اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا ربي، نسألك ألسنة عامرة بذكرك يا الله، وقلبا مملوءا بحبك يا الله، وأرجلا مشاء للمساجد حبا في لقائك يا الله. اللهم يا ربي، ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه، واجعلنا نتبع سنته. اللهم اجعلنا نحتفل به دائما باتباع سنته. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأم الهاشمي الأمين. اللهم صل عليه صلاة تليق بمقامه الكريم. اللهم صل على محمد ما هبت النسائم ولاحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارزق نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود. اللهم آمين. يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا من يتصرف في ملكه كيف يشاء، بما شاء ومتى شاء. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا، ونسألك أن تختم لنا بالصالحات، وتختم لنا بطاعات، وتختم لنا برضاك، وتختم لنا بالجنة. اللهم يا رب، اجعل هذا الدعاء خير دعاء. اللهم يا رب، افتح لنا أبواب رحمتك في يوم الجمعة. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم في السماء العالية يوم الجمعة. اللهم اجعلنا ممن تستغفر لهم الملائكة يوم الجمعة. اللهم يا رب، ارفعنا وأكرمنا واعل مكاننا عندك يا رب، ومقامنا عندك، بفضل لا إله إلا الله، وبفضل الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب، في هذا اليوم يوم الجمعة أذقنا من فضلك،
وأذقنا من خيرك، وأذقنا من بركاتك، وأذقنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. واجمع شمل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.